عاوز ابدا معاك حوارنا يا استاذ محمد في خساره الزمالك في بطوله السوبر الافريقي في اليد. شايف هل هيكون لها تاثير ولا زي ما قال الكابتن حسن يسري اللي كان ضيفنا يعني من دقائق قليله وقال انه ده هيبقى حافز لبطوله السوق الكاس الكؤوس الافريقيه اللي طيب هتبدا هو بعد طبعا بكره. بدايه طبعا بنقول هارد لك للفريق، هم على فكره لعبوا مباراه قويه وواضح جدا من سير النتائج، وكان متقدم الشوط الاول فرق 3 اهداف عن النادي الاهلي. صحيح. لكن في النهايه هي دي الرياضه، مكسب وخساره، وزي ما بنشيد بالفريق في وقت انتصاراته وبطولاته اكيد لازم وقت الخساره نقول له هارد لك وبنبارك للفريق اللي كسب، طبعا فريق النادي الاهلي. صحيح. لكن اذا كنا هنقول ان الخساره هتاثر بالسلب على الفريق قبل بدايه بطولة افريقيا الانديه ابطال الكاس، اعتقد دوت ما يحصلش مع فريق كره اليد داخل نادي الزمالك. فريق كره اليد داخل نادي الزمالك هو حاله خاصه، يمكن هو من الفرق القليله جدا جوه النادي اللي لا تغيب عنه شمس البطولات. ما فيش موسم هو بيكون بعيد عن منصات التتويج، دائما بيعالج اخطائه سريعا جدا، دائما بيكون عنده الحافز ان هو يعوض خسائره. فانا اعتقد ان في الوقت الحالي اللعيبه قاعده مع بعضها وبتتعهد بالتتويج ببطوله افريقيا للانديه ابطال الكاس ليكون اقل تعويض ومصالحه للجماهير، رغم ان عندهم من الرصيد ما يكفي عند الجمهور، والجمهور صحيح. لازم طبعا ان هو يسامح في هذه الخساره، رغم ان انا عارف ان هي خساره مؤلمه لانها كانت بتؤهل الفريق لكاس العالم للانديه وهي بطوله عزيزه جدا على فريق كره اليد. لكن احنا متوسمين خير في فريق كره اليد داخل القلعه البيضاء، وان هو هيستفيد من هذه الخساره وهيبني عليها، وده هو عهدنا دايما بفريق كره اليد، والشواهد والثوابت موجوده. اخرها الموسم الحالي، يعني الفريق كان توج بلقب الدوري وكان عنده فرصه ان هو يعني حتى لو خسر اخر مباراه من الاهلي هيلعب مباراه فاصله، كان عنده ماتش نهائي كاس مصر امام سموحه سبورتنج ولا سموحه سبورتنج تقريبا سبورتنج، للاسف خسروا، وكان بعد ايام قليله جدا من التتويج بالدوري، لكن عوض بسرعه وكسب لقب السوبر. فاذا فريق كره اليد هو حاله خاصه ما نقدرش نخاف عليه، يعني مش عايزين نشبهه باي فريق اخر جوه النادي، انما هو حاله خاصه بيستفيد من خسائره، بيستفيد من سقطاته وسلبياته، وبيبني وبيقدر يعالج نفسه وبيرجع بسرعه. واعتقد ان احنا هنقعد هنا بعد 10 ايام وهنقول الف مبروك لفريق كره اليد تتويجه ببطوله افريقيا الانديه ابطال الكاس ان شاء الله. طيب تعالى نروح بقى لنادي الزمالك في كره القدم. انت شايف هو ايضا حاله خاصه؟ طبعا حالات خاصه. شايف تقييمك ايه للزمالك في الماتشات الاخيره في الدوري؟ طيب هو لازم نقول ان الزمالك حاليا هو بطل نص الحكايه. صحيح. هو بطل الدور الاول، تصدر المسابقه برصيد 41 نقطة وبفارق مريح جدا عن النادي الاهلي، بغض النظر اذا كان عنده مؤجلات او لا. صحيح. محدش ضامن الاهلي هيكسب مؤجلاته كلها او هيخسر كم نقطة، انما في النهاية الزمالك هو اول الترتيب. مزبوط. فبطبيعة الحال بنقدر نقول ان الزمالك هو بطل نص الحكاية، وده في حد ذاته نجاح، رغم ان البداية ما كانتش جيدة. صحيح. كان فيها بعض النتائج السلبية، كان في تغييرات في الإدارة الفنية، وكان الكل متخوف من مشوار الفريق في الدوري، لان كان في بالتوازي معاها كان في دايما نتائج سلبيه في دوري الابطال الافريقي. وكنا طبعا عارفين ان دوت بيأثر على فريق كره القدم، واحنا عارفين ان دايما كانت الخساره بتجيب خساره. انما مع وجود الكابتن والبرتغالي فيريرا قدر ان هو يلم الفريق وقدر ان هو يعالج سلبياته اللي كانت موجوده في بدايه المسابقه.